اندع اللي بعده. رول 27 ليلى صلاح عدلي ضد اكرم هاشم محمد القاضي. وبعدين ليلى صلاح عدلي المحاميه رغم المدعية في القضيه المنظوره امام سيادتكم. اسلام مدبولي المحامي حاضر عن المدعى عليه. موكلك ما جاش؟ انا موجود سيادتك. بابا بابا وحشتنا قوي. اكرم هاشم القاضي بطاقتك. تفضل يا فندم. سجل بيانات اكرم هاشم، دول ولادك؟ سيادة القاضي الولاد دول مش ولادي، معرفش عنهم حاجة. سيادتك احنا بنضيف كمان ان في دعوة منظورة بالتزوير ضد ليلى عدلي لانها زورت شهادات ميلاد الاولاد، ودي حظت مستندات فيها صورة من القضية. سيادتك كمان المدعية بتحاول تثبت نسب الاولاد لموكلي بشتى الطرق، وده على خلاف الحقيقة. سيدي القاضي، القضية دي قيد التحقيق، يعني لسه ما صدرش فيها اي حكم. كما اني وجهت اتهام لاكرم القاضي ان هو اللي زور شهادات ميلاد ولادي الثلاثه، كما اطالب عدالتكم باجراء تحليل البصمه الوراثيه لاثبات نسب اولادي الثلاثه له. وشكرا لعدالتكم. تؤجل الدعوه وتحويلها للطب الشرعي لاجراء تحليل البصمه الوراثيه. رفعت الجلسه. محكمة! برافو عليك، خسرت ولادك الكبار ودلوقتي بتبيع ولادك الصغيرين. انت ايه يا اخي؟ كل شويه بتنزل بتحديث اوسخ من اللي قبله. انت ازاي قلبك توعك تقول كده في وشهم؟ ازاي تقول انهم مش عيالك منك لله يا اكرم؟ محدش يتدخل في حاجه ما تخصوش. لا والله. استغفر الله العظيم. انت متخيله؟ مين في نسب ولاده قدام المحكمه؟ وقدام الناس كلها. أنا مش قادرة أصدق يا فاتن، مش قادرة. يلا بينا.